تمام، يفهم من كلام القوم انهم يقولون بـ 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 بان الماده قديمه وليس لها خالق او واجد، تمام، وبالتالي هذا العالم نقر بانه حادث، نعم، وصورته حادثه ايضا بما انه حادث، لكن الماده قديمه، والماده، تمام، هي من فعلت هذا الامر ولا تدخل. أمام خيارين، إما إني أبطل الكلام ده بما إنه المادة لا إرادة لها أصلا، أو إني ماشي على الكلام اللي أنت بتقوله، الواقع متحقق ولا يمكن التشكيك فيه، وبالتالي لا نرى أو نرصد العلة التامة في الواقع. إذن بما أن الواقع متحقق فلا بد من علة تامة لتحقق هذا الواقع. جميل جميل، هذه العلة التامة أين هي؟ حينما ننظر أو نرصد أو نتصور أو نتعقل نرى كل علة تفتقر لما قبلها، تفتقر لما قبلها، وفي حال وجودها تفتقر لشروط حتى تكون العلة تامة. فمن يجيز التسلسل كمن يقول بأن مجموع الأصفار قد تساوي واحد، بس كده. كيف كمن يقول؟ يعني كيف هذه مثل من يقول إن مجموع الأصفار يساوي واحد؟ بس فهمني كيف لأن هذه مثل القائل هذه كيف؟ لأن القائل بالتسلسل هو يظن أن التسلسل يفيده. لا، هو لن يفيد. نحن نقول بما أن هذا الواقع حقيقي لا يقبل التشكيك أصلا، فإذا حتى يكون هذا الواقع حقيقي لابد من علة تامة. هذه العلة التامة لا نراها ولا نرصدها، بل كل العلل المرصودة هي مفتقرة ابتداء في وجودها، ولا يمكن للعلة التامة أو للمؤثر التام أن يكون مفتقر لما قبله، وبالتالي أينما ذهبت في التسلسل كل السلسلة مجموعة أصفار، بمعنى كلها علل معلولة في ذات الوقت، وبالتالي متى ذهبت مجموع أصفار ليست بعلل تامة. حلو، يعني أنت تقصد بالصفر هنا يمثل علة ناقصة، هكذا تقصد؟ بالضبط، أها تمام، وتقصد الواحد يعني علة تامة؟ نعم، كنوع طيب من التمثيل يعني، حلو، بس يبدو الكلام طويلا واتمنى أوي. يكون ده آخر سؤال. لا لا أنا إنه الكلام فيه طول، يعني أنت تعرف بالقياس المنطقي تحاول دائما أن لا تطيل الكلام، لأنه البحث في أي علم يتعلق بالنسبة الإيجابية والسلبية بين المحمول والموضوع، فأنت حتى تصيغ برهان معين كما هو معلوم بالمنطق يجب أن يكون البرهان قريبا من المقدمات الأولى، تكون كل مقدمة واضحة. فإذا كانت المقدمة قصيرة ومحمولها يحمل حملا ضروريا على الموضوع، واستقامت المقدمتان كما تعلم يعني بالترتيب بحد جامد بينهم أو حد أصغر أو حد أكبر، استقام البرهان. الآن لاحظ كلامك الطويل هذا، لا أقول أنه خطأ، لكن أقول أنه فيه تتويه، يعني فيه نوع من أنواع الإطالة التي قد تتيه المستمع، لكن لو تأملته ترد، يعني تستطيع إعادة صياغته على شكل برهان. أحيانا في أناس قد يتكلموا كلام طويل يختصر بكلمتين، فأنا فهمت قصدك التمثيل بالصفر والواحد، التمثيل جميل، بس يمكن يعني أنا ممكن هذا أسلوبي، وقد يعني يمكن أناس يفضلوا أسلوب آخر، تقليل الكلام يكون أفضل من أجل البرهان، بس مش من أجل شيء ثاني، أما من أجل الإفهام مثلا أو توضيح للناس هذا مسألة أخرى.
ما هو احنا كلنا بنلف وندور يا دكتور حوالين اما واجبة او تستلزمها. حوالين ايش؟ حوالين اما واجبة او تستلزمها بس. العلة؟ لا، حوالين الوجود حقيقي او الواقعية حقيقية، فهي اما هو في واجبة. وجود غير حقيقي يعني؟ نعم. لا يا، انت فايتك كثير، انت فايتك كثير والله. ماذا قول يا تقول وجود اخوة، ما حقيقي؟ المانع ان الوجود المدرك، الوجود المدرك، يا في صوت، في صوت يا اخوان، في عندي صوت. عندك ففي محاولات دلوقتي للتشكيك في الموضوع ده، مش تشكيك بمعنى كلمة تشكيك محض يعني، ولكن احتمالية، احتمالية. أو نقول مثلا ها هنا موجود، إما واجب أو مفتقر للواجب، تمام ببساطة. تمام جميل. فأنا مش عارف صراحة يعني، الموضوع ممكن يكون صعب في إيه. هو أن هناك موجودات، نحن نعلم أن الموجودات مركبة، إذن هي ممكنة، بس ممكن يحتاج واجب ولا تناقضنا. وإن قيل أن هذا الوجود واجب، فخلاص هذا هو المطلوب. ينتقل البحث الآن في حقيقة الواجب، حقيقة تصور الواجب. ما انا ما اظنش حد بيقول واجب يعني، ما اظنش، هو ما اللي اظنش. يقول لا يمكن أن يعدم الكون، وكأنه يقول بكلمة أخرى أنه يجب أن يكون ايوه، موجودا. لكن يقول واجب غيره. هو خلاص واجب بغيره، سلامتك، يعني في غيره، يعني يحتاج غيره. يعني أنت سلمت بالكلام الذي نقوله. هو أنا قلت واجب بغيره، أيوه واجب لغيره، صح؟ واجب لغيره، إيش معناها؟ واجب لغيره ممكن بذاته. يعني واجب لغيره، يعني غيره أوجبه أو أيوه، أوجب أن يكون موجودا، هيك معناها. وهويته، واللي واجب، واللي واجب وغيره أوجبه، فهو قطعا ممكن بذاته، أو ممكن لذاته، ليس بواجب. صحيح، ما دام واجب لغيره إذن يوجد غيره. فإذا كنا نتكلم عن العالم، إذن يوجد شيء غير العالم أوجده، هذا قولنا يعني. أما بالنسبة للوجود الموضوعي، فأنا بصراحة معلوماتي عن السنجولاريتي دي إن هي حاجة أشبه أو أقرب ما يكون من العدم موضوع صراحة. يعني إيه يا أستاذ محمد؟ موضوع، والله موضوعي دي، موضوعي يعني، موضوعي متحقق، متحقق متعين. مرصود يعني؟ فمثلا مرصود، يعني اللي غير مرصود غير موجود؟ لا طبعا مرصود، بس هو المقدمات المرصود. لو تسمح لي أستاذ، الغير مرصود ربما قد يطلق عليه البعض بناء على مبدأ الكوانتوم، أن الغير مرصود يحتمل كل الأشكال التي ممكن أن يحتملها. مثلا الإلكترون يدور حول نفسه باتجاه اليمين وباتجاه اليسار في نفس الوقت كونه غير مرصود، فلما يتم رصده يصبح يدور باتجاه واحد. وهاي الإشكالية اللي عم بيعارضوا فيها بعض مسألة بعض الضروريات العقلية، مثلا اجتماع النقيضين أو غير ذلك. الله أعلم. تفضل تفضل. كيف عرفت؟ كيف عرفت إنه هلأ هو هذا الطرح اللي قدموه أصحاب النظرية في بعض التجارب، قدموها بناء على هذا الموضوع. سبحان الله، الأسماء مو مستحضرها، لكن يعني هذا هو ملخص نظرية الكوانتوم، وهذا اللي طرحوه هن. طبعا هو يوجد عدة أجوبة على ذلك،
بالنسبة لهذا الموضوع، يعني حتى في مسألة التفسير لهذه الظاهرة، لكن أنا أعرض شبهتهم يعني. شوف الآن اللي حاصل، يعني كما أدعي طبعا، وهذا رأيي، أن هناك نوع من أنواع الفوضى في العلوم. هذا ليس فقط في العلوم الشرعية، يعني أنا كشخص درست علوم شرعية وفلسفة ولاحظ هذا الأمر، تكلمت مع أصدقاء من مختلف الجامعات في العالم واطلعت يعني على المناهج. يعني من تحليل بسيط أن هناك خلل ما نلاحظ أثاره ونتلمسها، ويبدو أن هذا الخلل أيضا موجود في الكليات التي تدرس التخصصات العلمية. يعني إذا نظرنا إلى السياق العام للعلوم الحديثة الطبيعية والفصل الذي حصل ابتداء من فرانسيس بيكون عندما كتب كتاب الأورجانون الحديث، اللي أعتبره هو النقطة الفاصلة وهو بداية العلم الحديث والمنهجية الجديدة والتخلص من المنهجية القديمة، اللي حصل أنهم فصلوا العلوم بشكل نوعا ما يعني أدى لنتائج سلبية أحيانا. يعني لما يدرس طالب في فيزياء أو يدرس أو حتى مدرس في الفيزياء، هو متعمق ومتخصص في فرع من فروع الفيزياء، ولكن ما يعني عنده أو عند بعضهم، عشان ما نكون معممين، يعني نوع ضعف في ما نسميه فلسفة علم الفيزياء. وهذا ليس فلسفة بمعنى أنه أتفلسف أنا بمواضيع مثلا مفاهيم وماهيات، لا، هذا فهم الأطر العامة للفيزياء. مثلا أنا أضرب الفيزياء كمثال، فالفيزيائي الذي يصمم تجارب داخل المختبر يجب أن يفهم حدود التجربة، طبيعة التجربة، كيف تدل التجربة على نتيجة صحيحة، لماذا أعمم نتيجة التجربة على ما هو خارج المختبر، ما السبب؟ طب لنفرض أنني رصدت شيئا داخل المختبر، لماذا أعممه خارج المختبر وأقول إذا كل كذا كذا كذا؟ هذه القفزة، هذه التعميمة، لماذا؟ أها، يبدو أنها معتمدة على مبادئ معينة. هذه المبادئ من أين جاءت؟ هذه المبادئ ليست قادمة من تجربة، قادمة من شيء آخر. طب ما هو هذا الشيء الآخر؟ هل يعقل أنا يعني أقوم بالتجارب بطريقة معينة ثم أقوم بخروج بنتائج كبيرة وأقول إذا كذا، إذا الطبيعة كذا، إذا العالم كذا، وأنا غير مدرك لهذه الأمور؟ طب أنا عندما مثلا يعني في فرع يسمى عندهم فرع الفيزياء النظرية، الفيزياء النظرية هم شغلهم عبارة عن بناء نماذج رياضية في محاولة تفسير الظواهر، ولا يشترط فيها الرصد، لأن النموذج الرياضي يحاول يعطي تفسير رياضي، هو يفترض أن الطبيعة متناسقة، يضع نموذج معين أو نموذج معين رياضي عفوا، فيقوم بناء على هذا النموذج بالتنبؤ بقوة معينة هنا، قوة معينة هناك، لابد من ظاهرة معينة هنا، لابد من شيء هناك، تمام؟ طب هذا ايش شغله اذا لم يكن على الرصد؟ هو نموذج رياضي، يعني بين قوسين رياضيات، فهنا هو يشتغل بالرياضيات. الان اذا جاء انسان وعارض هذا النموذج بالرياضيات، هو يعتقد ان هذا الانسان جاهل بالفيزياء ويعارض الفيزياء. يا اخي هو لا يعارض الفيزياء، انت الان تستعمل الرياضيات في الفيزياء، فاستعمالك لهذا الشيء الذي نسميه رياضيات معتمد على مبادئ الرياضيات. فأنا إذا نظرت في النموذج وشككت فيه أو تساءلت حوله بناء على أسباب رياضية، فلا يحق لك أن تقول لا أنت الفيزياء، هو مش فاهم أن الفيزياء علم له طبيعة معينة، الرياضيات هي علم آخر له طبيعة أخرى. نعم يستعمل بالفيزياء، ولكن الرياضيات علم آخر مختلف عن الفيزياء، يختلف بالموضوع، يختلف بالأدوات. هذا الخلط، عدم فهم طبيعة العلمين مثلا أو الخلط بينهما، يؤدي إلى هذه الإشكاليات التي نراها. فيأتي ويقول لك أنت الفيزياء النظرية، عرضت الفيزياء النظرية. الموضوع ليس بهذه البساطة، ليس الموضوع موضوع أنه والله إنسان يعتمد على التجربة وإنسان آخر لا يعتمد على التجربة. التجربة الكل يرى أنها من مصادر المعرفة. أحيانا طريقة تفسير التجربة هي المشكلية، هو يفسر التجربة بطريقة معينة، ونحن نعلم أن تفسير التجربة ليس تجربة،
مرة أخرى، تفسير التجربة ليس تجربة. إذا ما تفسير التجربة؟ تفسير التجربة هو عبارة عن إدراج هذه المشاهدة ضمن قانون كلي معين يفترضه عقلك، يفترضه دماغك. المشكلة أنك إذا مثلا نظرنا في الإطار التفسيري الذي وضعته وشكلت التجربة جزءا منه، وقلنا إن هذا التفسير فيه إشكال معين، هو يعتقد أنك تعارض التجربة. نحن لا نعارض التجربة، نحن نعارض تفسيرك للتجربة أحيانا. طيب لماذا قد تعارض أحيانا؟ أنا أقول قد نعارض أحيانا بعض تفسيرات بعض التجارب، لأن تفسير التجربة فيه خطأ ما. خطأ شو؟ خطأ من نفس نوعية النظام العقلي أو الذهني الذي به بنيت أنت التفسير. فاهم قصدي؟ فالفكرة وين؟ الفكرة أن الفصل الكثير بين العلوم، واعتبار موضوع فلسفة العلم، واعتبار موضوع الأطر المنطقية، واعتبار الرياضيات علوم منفصلة انفصال كلي، هذا خطأ أدى إلى بعض هذه النتائج التي نراها اليوم. فأنا أدعو الحقيقة إلى أن يكون كل إنسان متثقف ثقافة معينة في أصول علمه أو مبادئ علمه، لا أن يدفع دفعا بكالوريوس أول حصة يذهب مباشرة أول محاضرة في الجامعة طب دخل فيزياء. هذا خطأ، وهذا يشمل كل التخصصات الأخرى أيضا، والله أعلم. جزاك الله كل خير. جزاكم الله خير يا دكتور. يا دكتور تخرين، انت فين؟ انت رحت نمت ولا ايه يا عم؟ لا بعمل أكل لو سمحت، بس بسمعكم من بعيد، اه عند العائلة مسافرين وما في غير أنا أعمل لوحدي. بألف هنا، بألف هنا، شكرا شكرا. بألف هنا. طيب بما ان الروم استفهامية تعريفية يا جماعة، لو حد حابب يسأل في حاجة يتفضل، ودكتور طارق طبعا يجيب. انا ما مش انا طبعا اكيد، لماذا أنا أجيب يا أستاذ؟ انت لانك دائما تسأل. حلوة. طيب بس شرط ان أنا اللي يطلع كنت يسأل. بعيد، أرحب بالدكتور طارق زمان ما سمعته، أتمنى أن يكون بخير. والكورونا ذهبت، لأنه من فترة سمعت بأنه كان عنده كورونا، وأتمنى أن يكون كل الأمور جيدة وشكرا. أهلا دكتور تخنين، تحياتي. نعم أنا بخير الحمد لله، كيف حالك؟ آه شكرا شكرا، أنا باخذ التليفون فقط لكن مشغول بصراحة بالأكل، يلا خذ فتفضلوا الأكل أهم. تفضلوا تعشوا معي. صحتين صحتين. شكرا. طيب ألف هنا يا دكتور، ألف هنا. طيب يا جماعة، لو حد متأكد من وجود الواقع المدرك وعايز يسأل في حاجة يتفضل، أو عايز يناقش في حاجة يتفضل، أما أي حد بيشكك في الواقع المدرك فلا، إحنا آسفين. واقع مدرك، يعني هل يوجد واقع غير مدرك؟ والله ما أنا عارف، ده بعيد شغلانة من ليلة بستين ميلة والله يا دكتور. مش عارف معناها، ليش تقول واقع مدرك يا أخي؟ ها؟ مش عارف ليش تحدد وتقول واقع مدرك؟ حاجة تفقع المرارة، وأنا هقعد كل ما أشوفك بقى في روما أقعد ألطش لك كده وتقول لمز ومش لمز وبتاع. طب ما انت ما تجيليش على سكة، ما تخليك بعيد. طيب حول ولا قوة الا بالله. طيب عايز، انت عايز تسأل في حاجة يا عبد المنعم؟ اتفضل. مسموع تمام. انا كنت عايز اسال دكتور طارق في حاجه، يعني انا كنت سالتها فيه قبل كده في مساله، اقدر اقول الجبر يعني او كده. الجبر، نعم سمعت إن الرازي يقدم استدلال معين كده في حوار الجبر، مفيش حد أجاب على الاستدلال ده. ايش السؤال؟ لو حضرتك ممكن تحلني لي كتاب معين مثلا أقرأه أو كده. ايش الفكرة؟ فين السؤال؟ ولا أن الرازي قال بالجبر وكان أدلته في ذلك قوية يعني، ف أريد أن أعرف مثلا إن كان أحد رد عليه مثلا في كتاب معين أو كذا أو كذا يعني.
إذا حبيت تشاهد يعني تعليقات على الإمام الرازي، تجد تعليقات مثلا عند الآمدي، تجد عند الإيجي مثلا، يعني يعلق تعليقات جيدة في هذا الأمر. في تلك المسألة تحديدا، صحيح؟ أتصور في مواقف الإيجي علق على هذه المسألة. دكتور، هناك كتاب للشيخ مصطفى صبري، سلطان القدر، ربما ما رأيكم به؟ يتحدث في مسائل القلب والجبر. مصطفى صبري صاحب كتاب الموقف العقل والعلم والعالم. أي نعم، إيش اسم الكتاب؟ كتاب آخر يعني غير هذا؟ اسمه سلطان البشر، لعله، لحظة فقط أتأكد لك من العنوان بشكل صحيح. لم أطلع عليه والله. أنا اطلعت على كتاب موقف العقل والعلم والعالم. العالم الموضوعي. لا، العالم المحمولي. والله هذا دكتورنا. أنت تعرف نكتب اسمه موقف البشر تحت سلطان القدر لمصطفى صبري، يتحدث فيه عن مسألة القدر ومسألة الجبر والكسب أيضا، فهل اطلعتم عليه وما لا رأيكم به؟ لا، لما اطلع عليه. انا اطلعت على الكتاب موقف العقل والعلم والعالم بس، لكتب الشيخ مصطفى صبري رحمة الله عليه. تحدثنا عنه أو رأيكم به. هذا الكتاب لم اطلع عليه والله. انا اطلعت على موقف العقل والعلم والعالم. نعم، موقف العقل والعلم والعالم، تحدثنا رأيكم به يعني. نعم، يا كتاب جيد ما شاء الله. يعني من أنا حتى أتحدث بالشيخ مصطفى صبري؟ الشيخ مصطفى صبري كان يطبق المناهج الكلامية القديمة على الأفكار الحديثة، وتطبيقه جيد الحقيقة. ويبدو واضح أنه كان متمكن في العلوم الكلامية، فالكتاب جيد، خصوصا وأنه يتعامل أيضا مع الحركات الحديثة في الفلسفة الأوروبية الحديثة، وإن كان لم يصدر لحد الآن يعني جهد عقلي إسلامي تحليلي للفلسفة الأوروبية الحديثة. نحن نعيش الآن في زمن، يعني تعرف، رسالة ماجستير هنا، رسالة دكتوراه هناك، بحث هنا، بحث هناك، لكن هل يوجد نظرة عميقة، نظرة دقيقة، نظرة تحليلية للفلسفة الأوروبية الحديثة؟ أنا رسالتي في الدكتوراه كانت عن هذا الأمر، عنوانها دور الفلسفة الأوروبية الحديثة في الإلحاد المعاصر، عرض ونقد. ودرست 8 من فلاسفة أوروبا في العصر الحديث، ديكارت ولايبنز وكانت وشوبنهاور ونيتشه وجون لوك وفرانسيس بيكون، من أيضا 2 هم ديكارت ولايبنز 2، ثم كانت وشوبنهاور 4، ثم 2 الإنجليز جون لوك وفرانسيس بيكون 6، ثم نيتشه 7. فكان هذا دراستي في واحد أيضا ثامن، ذكر لك يا نسيته، سبحان الله نسيت اسمه. على كل حال درست أيضا معهم 2 من العرب الملحدين كنموذج تطبيقي، لكن أثناء بحثي ما وجدت أنه والله في حد مثلا درس الفلسفة الأوروبية الحديثة دراسة فعلا حقيقية تحليلية عقلية. أنت تعرف مثلا العلماء السابقين لما نظروا في الفلسفة يعني درسوها دراسة نقدية، دراسة مبنية على المنطق، دراسة مبنية على العلوم العقلية. أنت لما تنظر مثلا في دراسة الإمام الرازي للفلسفة القديمة، دراسة عقلية، مش كلام أو جدل أو خطابة أو حكي فاضي أو مجرد رد من أجل الرد، لا، دراسة حقيقية. هل هذا الأمر موجود مع الفلسفة الأوروبية الحديثة؟ أنا لم أجد. وجدت الحقيقة عند الشيخ مصطفى الصبري محاولات جيدة وجيدة جدا الحقيقة في نقد أفكار في الفلسفة الأوروبية الحديثة. نقد مو معناه رد، نقد قد يكون تأييد، يعني نقد بمعنى الدراسة والوقوف على حقيقة الشيء، غير هيك لم أجد يعني. فربما عند الإخوة الشيعة في محاولات جادة يعني عندهم في هذا الأمر، أنك تعرف هم يهتموا بالعلوم العقلية، ولكن
لعل الله ييسر يعني عمل إن شاء الله يكون نقدي يظهر كيف العقل المسلم قادر على التحليل. إن شاء الله.